انا حتى في حياتي مش عارف ده صح ولا غلط، ببقى في حدود، يعني في اسرار معينه ما فيش حد مخلوق على وجه الارض بيعرفها غير مثلا مراتي مثلا. يعني في حاجات ما بقولهاش لوالدتي مثلا عشان ممكن بعد كده نفسيا تبقى بتتقلب على حد، بيحصل حاجه. انا دايما بحط حدود، هل ده صح ولا غلط؟ ده صح جدا طبعا. يعني تعالى بس نرجع لنقطتين. اول حاجه، ان صاحبي غلط غلطه كبيره، هل معناها كده ان علاقتي انتهت بيه من الغلطه دي؟ انا كده بقى ظالم، عشان بس نبقى واقعيين. طب هو عمل معاك كام حاجه كويسه خلال رحله حياتك؟ طب وفي له الكويس اللي عمله معاك. طيب زي بدل ما انت هتهدر كل حاجه عملها بالغلطه دي، طب ما يبقى كل حاجه كويسه طيب عملها. ولو اغلط وانا كل مره بغفر، دي حاجه ترجع او بقى. مش اغفر عشان اغفر كلمه اه كبيره، طبعا مش اغفر، اسامح، اعدي. لو اغلط ورا بعض، عشان احنا كلنا ملسوعين هنا طبعا، دي حقيقة. فانا لو غلطة وراها اعمل ايه بقى؟ افضل اسامح برضو؟ طيب هو ولا ما ينفعش؟ طب خلينا نتفق ان في منهجية نقدر نمشي بيها، وفي واقع برضو بيحتم علينا بعض الحاجات. المنهجية بتقول ان في 3 اجراءات لما صاحبي القريب مني يجرحني. اول حاجة ان انا واجهه، ده لازم، زي ما النبي صلى الله عليه واله وسلم واجه سيدنا حاطب بن ابي بلتعه منتهى الوضوح، زي ما سيدنا يوسف مش ما ردش بقى التليفون واقلب واعمله بلوك بقى على الواتساب. لا مفيش كلام، اواجهه، واول لما اكون قادر اواجهه برضه. خلي بالك انا ممكن اكون النهارده مش قادر اواجهك، انا الوجع جوايا مخليني ما عنديش طاقه ان انا اواجهك طبعا، فاستنى لحد ما ابقى قادر، قدرتي ده اساس. زي ما سيدنا محمد عمل، هو كان قادر يواجهه في ساعتها، ده موضوع تاني، بس دي طاقه النبي وتكون مش طاقتي. زي ما سيدنا يوسف واجه اخواته بعد سنين من اذيتهم ليه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ انكم اذا لجاهلون، انتوا غلطانين غلطه كبيره جدا فينا احنا الاثنين، واجههم باللي هم عملوه. فاول حاجه ان انا واجهه. الحاجه الثانيه، دي نقطه مهمه جدا، انا لازم اعبر عن مشاعري. لازم اطلع كل طاقه الالم، يعني لازم اعاتب طبعا لو انا متضايقه، اعاتب طبعا.